بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. في المحاضرة اللي فاتت وقفنا عند الابنورماليتيز ان شيب، والابنورماليتيز ان شيب اول حاجة فيها هي الدبل تيس، والدبل تيس بيقسموها الى نوعين اتنين، يا اما جيمينيشن يا اما فيوجن. وجيمينيشن معناها الحرفي التوأمة، والفيوجن معناها الحرفي الاتحاد. وزي ما احنا شايفين كده في الصورة، في سنة كبيرة في الحجم وجنبها برضو في سنة اخرى كبيرة في الحجم، ويبدو ان السنة دي كما لو كانت سنتين متحدتين مع بعض، او والله اعلم قد تكون سنة واحدة جرت فيها محاولة انقسام فشلة وهذه المحاولة لم تكتمل. هنعرف دلوقتي حالا يعني ايه دي ويعني ايه دي، يعني ايه جيمينيشن ويعني ايه فيوجن. فهناخد اول حاجة الجيمينيشن اللي هو بعض الكتب الالمانية بتسميه تشيزودونشيا، وتشيزو زي ما انتم عارفين جاي من تشيزوفرينيا اللي هو انفصام في الشخصية، تمام؟ فتشيزو يعني منفصمة، السنة المنفصمة، جيمينيشن او تشيزودونشيا، لكن كلمة جيمينيشن هي اللي مشهورة اكتر. يبقى الجيمينيشن هي الكلمة اللي بنطلقها لما تكون وان توس تظهر كما لو كانت two teeth joined together. يبقى is the term applied when one tooth appears as two teeth joined together. One tooth عليها بالأحمر اهو. One tooth. علمت عليها. تمام؟ ليه بنقول الكلام ده؟ علشان نفرقها من الفيوجن. لأن موضوع التفرقة ما بين الجيمينيشن والفيوجن موضوع سؤال دايما في الشفوي وفي النظري وفي الـ MCQ وفي الـ short questions وفي كل مكان دايما يسأل في الجيمينيشن والفيوجن والفرق ما بينهم ايه. يبقى هنا ايه؟ one tooth. لو جينا بقى نشوف الفيوجن ونشوف الديفينيشن بتاعه، نلاقيه عبارة عن two teeth joined together. يبقى is the term applied when two teeth are joined together. ده مين؟ ده الفيوجن. امال الجيمينيشن كان ايه؟ نرجع تاني للجيمينيشن، كان وان توث تظهر كما لو كانت سنتين متحدتين مع بعض. وان توث appears as two teeth joined together. طب ليه يا ترى؟ هي وان توث اكيد يعني قطعا كده بالعقل كده اكيد الوان توث دي حصل فيها محاولة انقسام، لكن المحاولة لم تكتمل، المحاولة فشلت، فنشأ عنها المنظر اللي احنا بنشوفه ده. تمام؟ يبقى results from partial division. ما ينفعش اقول division واسكت، لا، partial division لمين؟ للإنامل organ. خلاص نفكركم تاني بالإنامل organ، ولان الكلام ده مش هنمل منه يعني باستمرار هنفضل نتكلم عليه على طول. خلاص اول حاجة بتظهر خالص، اول حاجة بتظهر primitive oral ectoderm اهو، اول حاجة بتنزل منه اللي هي الدنتال لامينا اللي هي اللبنة الاولى في بناء الاسنان. ده طبعا قطاع فيها ساجيتال، لكن هي انا لو وصلت لها كده من فوق هلاقيه عبارة الدنتال لامينا دي عبارة عن ثيكنينج في الاورال ميوكوزا او في البريميتيف اورال اكتوديرم، شكله هورس شو وبيدور حوالين الارش او فوق الكريست اوف ذا ارش. بعد الدنتال لامينا بينزل منها الانامل اورجان. الانامل اورجان ده هو اللي ليه وظيفتين اتنين مهمين. اول حاجة انه هو هيعمل الانامل، نمرة اتنين انه هيعمل اندكشن على الميزنكايم اللي تحت منه فيكون ما يسمى بالدنتال بابيلا. الدنتال بابيلا دي هي بعد كده اللي هتعمل الدنتين وهتعمل البالب. الانامل اورجان كده مع الدنتال بابيلا بنقول عليه توث بود، برعم السن، توث بود. تمام؟ توث بود الاثنين مع بعض، انامل اورجان مع الدنتال بابيلا. ومن بره خالص كده بيبقى فيه كوندنسيشن للكونكتيف تيشو او للميزنكايم، اللي هو بعد كده هيعمل البريدونتال ليجامنت وهيعمل السيمنتم من ناحيه وهيعمل الالفيولار بون من الناحيه الاخرى. ده بنقول عليه توث ساك او التوث فوليكل. بيبقى ايه من بره كده اللي هو التوث ساك او التوث فوليكل. نرجع تاني للموضوع بتاعنا بتاع ايه؟ بتاع الجيمينيشن. واتفقنا ان سببه ايه؟ سببه
محاولة انقسام هتحدث في الانامل اورجان. الريزلتانت تيس الاثنين السنتين دول اللي هم شابكين في بعض او متصلين مع بعض بشرط اساسي لازم يكون ليهم سنجل روت كانال. يبقى دي وسيلة سهلة جدا هتخليني افرق ما بينهم في ايه، في الاندودونتك تريتمنت او في اي شيء. يبقى هعمل لها اكس راي، لو لقيت في الاكس راي ان دي ليها سنجل روت كانال يبقى قطعا كده ايه، ديت جيمينيشن وليست فيوجن. في الفيوجن هيبقى فيه تو سيبريت روت كانالز. تمام. النقطة اللي بعد كده انها بتحصل في الديسيديوس وبتحصل في البيرننت، وانها غالبا بتحصل في الانتيريور تيس زي ما احنا شايفين كده. تمام. والنمبر اوف تيس از نورمال لانه ما حصلش حاجة تبرر زيادة الاسنان او نقص الاسنان. ده هي سنة واحدة جرت فيها محاولة انقسام. نشوف هنا الجيمينيشن اهو، هنا ايه جرت محاولة انقسام. تمام. ولاقي في حز كده بالطول وفي حز كده موجود عند الانسايزال ايدج، وفي الروت لو خلعت السنة هلاقي برضو الحز ده موجود، ولكن هنا الروت كانال واحدة. هي ايه واحدة ليه؟ لان السنة لو انقسام كان وصل لغاية انه قسم الروت كانال يبقى كان عندي سنتين منفصلتين، يبقى كان عندي سبليمنتال تيس، ما كانش عندي بقى جيمينيشن، يبقى كانت المحاولة نجحت. لو كان الانقسام ده ووصل للبالب تشيمبر ووصل للروت كانال يبقى كان كده يعتبر ايه، ان العملية خلاص انقسام تام وبقى عندي فيه سنتين اتنين، واحدة اصلية والتانية زيادة. الزيادة دي هنسميها السبليمنتال تيس. تمام. ده منظرها اللي احنا شفناه في الصورة الاولانية بيبقى كده. تمام. صعب طبعا كلينيكيا ان انا ايه اعرف هي جيمينيشن ولا فيوجن، انما ممكن اعد الاسنان لو لقيت عدد الاسنان سليم مظبوط يبقى الحالة دي جيمينيشن، لو لقيت عدد الاسنان ناقص واحد يبقى كده الحالة دي غالبا ايه، غالبا فيوجن. واكدها بايه، بالاكس راي، ان انا هلاقي في الجيمينيشن سنجل روت كانال، انما هناك في حالة الفيوجن هلاقي تو سيبريت روت كانالز. في منها اشكال كتير، لو دخلتوا النت هتلاقوا في منها ايه اشكال كتير قوي. هنا المحاولة كادت ان تنجح وقسمت الكراون لكن الروت ما انقسمش، وبالتالي الروت كانال سنجل واحدة بس، سنجل روت كانال. تمام. لكن هنا المحاولة ايه نجحت الى حد كبير. طيب نيجي بقى نمرة اتنين اللي هو الفيوشن. دي سهلة واضح من اسمها ان دول سنتين اتحدوا مع بعض، يعني تو انامل اورجانز اتحدوا مع بعض. يبقى الفيوشن is the term applied when two teeth are joined together resulting from fusion of two adjacent enamel organs. تمام. التو تيس may have been united along their crowns أو roots أو their entire lens. يعني ممكن السنتين يتحدوا مع بعض عن طريق الكراونز فقط، وممكن عن طريق الروتس من تحت فقط، وممكن عن طريق الايه الانتاير لينس اوف ذا توس، يعني الكراون مع الروت الاثنين يتحدوا مع بعض. تمام. يبقى الاتحاد ممكن يشمل الكراون فقط او الروت فقط، او الروت كراون مع الروت. اوكي. وده الاحتمال الثالث. وفي كل الاحوال لازم الدنتين يجي كونتينوس مع الدنتين، يعني الدنتين بتاع السنه دي يجي كونتينوس مع الدنتين بتاع السنه دي. تمام. طيب كويس. يوجوالي سين برضو نفس الكلام في الانسايزور اريا، يعني في الانتيريور ريجن. ممكن تحصل برضو في البرايمري تيس، ممكن تحصل في السكندري تيس او البيرمننت تيس. The resultant fused teeth may have two roots or a grooved root but there are usually two root canals. غالبا في 99.9% من الاحوال لازم بيبقى فيه ايه، تو روت كانالز. كل سنه ما زالت مستقله بالروت كانال بتاعتها زي ما انتم شايفين كده. تمام. الفيوجن لازم انفولف الدنتين،
لان الفيوجن لو حصل عن طريق السمنتب فقط هندخل في موضوع تاني هيبقى اسمه ايه؟ كونكريسنس. لكن هنا لازم يكون الدنتين كونتينوس مع الدنتين جزء واحد يونايتد مع بعض والسمنتم بيلف حواليهم هما الاثنين. وهنا الـ number of teeth is reduced by one unless أو except that one of the fused teeth was a supernumerary tooth. يبقى العدد هنا هيقل بواحد إلا لو السنة اللي حصل لها الاتحاد مع السنة الأخرى كانت أصلا supplemental أو supernumerary. ماشي الكلام لغاية كده كويس؟ طيب يبقى هنا الفيوجن زي ما اتفقنا يا إما يبقى عن طريق كراون والروت يا إما عن طريق الروت فقط والكراون منفصلين عن بعض يا إما عن طريق الكراون والروتس هي اللي منفصلة عن بعض. وفي كل الأحوال الثلاثة كل سنة ما زالت محتفظة بالبالبت شيمبر بتاعها وبالروت كانال الخاصة بيها. تمام؟ بالروت كانال الخاصة بيها. طيب كويس. هنا دي حالة خلاص حالة فيوجن. طب عرفناها ازاي؟ عرفتها ازاي يا دكتور عادل ان دي حالة فيوجن؟ والله نمرت واحد انا عديت الاسنان لقيت عدد الاسنان ناقص، وبعدين نمرت اتنين لما عملت اشعة لقيت كل سنة ليها الروت كانال الخاصة بيها منفصلة. هنا برضو حالة فيوجن، بس الفيوجن حصل عن جزء من الكراون والترانك والروتس، لكن الايه كراونز من فوق ما زالوا منفصلين لم ينجحوا في الاتحاد. كتير بقى هتلاقوا حالات كتير جدا موجودة في النت وهنشوفها مع بعض. هنا مثلا الحالة دي اهي برضو هنا الفيوجن حصل بالايه بالكراون ولكن الروتس منفصلة عن بعضها البعض. تمام؟ وكل واحدة ليها الايه البالبت شيمبر الخاص بيها وليها الروت كانال الخاص بيها. دي حالة ايه؟ فيوجن. طيب كويس. هندخل بقى في حاجة تانية اسمها الكونكريسنس. كلمة كونكريسنس جاية من كلمة كونكريت. كونكريت يعني خرسانة. الخرسانة بتتكون من ايه؟ بتتكون من الاسمنت. يبقى هنا الاتحاد هيتم عن طريق الاسمنت. ايه هو الاسمنت ده؟ اللي هو السيمنت، اللي هو السيمنتم. تمام؟ ان الروت هيجي جنب الروت، واحنا عارفين ان السيمنتم بيتكون مدى الحياة، طول ما احنا عايشين طول ما في سيمنتم بيتكون علشان تو كومبنسيت فور اتريشن، علشان الفيرتيكال دايمنشن الى حد ما يفضل ثابت. فالسيمنتم يجي هو بيتكون لما الروت جه جنب الروت نتيجة التزاحم اللي حصل في الاسنان داخل الفك او نتيجة تروما او اي سبب هنقوله دلوقتي. تمام؟ يجي السيمنتم يتكون حوالين السنتين الاتنين مع بعض ويخليهم يتحدوا مع بعض عن طريق السيمنتم. ويبقى هنا ده بيحصل فين؟ بيحصل في الروت. فحضرتك مش هتشوفه اكلينيكيا لكن هتفاجأ بيه ساعة الاكستراكشن، ساعة الخلع، خاصة لو انت ما عملتش اكس راي قبل ما تخلع. زمان قوي اول ما طلعت الاكس راي كانت الماكينات بتاعت الاكس راي غالية ومش كل طبيب اسنان عنده ماكينة اكس راي، فكان بسهولة جدا وممكن جدا تيجي تخلع سنة تلاقي التانية بتتلخلخ معاه، بتروح وتيجي معاه، خلاص هتطلع معاه، يبقى اوقف على طول ولازم انتبه ان ممكن يكون في فيوجن، اسف، في يكون كونكريسنس ما بين السنتين. يبقى الكونكريسنس ايه هو؟ is the term applied when two teeth are joined along their roots بايه؟ بالسيمنتم. وافتكرها بايه؟ بكلمة كونكريسنس يعني خرسانة. تمام؟ طيب ايه اللي خلى السيمنتم اصبح بجوار السيمنتم؟ يا اما تروما للجو والجو انكسر وبعدين بعد كده حصل التئام خاطئ فالتوس السيمنتم جه جنب السيمنتم، يو او كراودنينج اوف تيس خلى السيمنتم جه جنب السيمنتم والانترسبتال بون اللي ما بينهم ضاع، حصل له ريزوربشن. طبعا مشكلتها في الخلع هي ايه؟ هي اكستراكشن اوف وان توس كان بي كومبليكيتد باي اكستراكشن اوف ذا اذر وان. يبقى دي تالت واحدة الكونكريسنس. اهو هنا الايه الفيوجن بالايه بواسطة السيمنتم فقط. تمام؟
يبقى هنا بيفرق لنا في الرسمة ديت ما بين الجيمينيشن والفيوجن والكونكريسنس. الجيمينيشن سنة جرت فيها محاولة انقسام، سنة واحدة جرى فيها محاولة انقسام فاشلة ولم تكتمل. الفيوجن سنتين اتنين اتحدوا مع بعض تماما عن طريق الدنتين وعن طريق السمنتم وعن طريق الانامل، او قد يكون عن غير طريق الانامل، مش لازم، لان هما لو اتحدوا مع بعض من عند الروتس تمام ممكن الكراون ما يتحدش. فهنا القاعدة الأساسية إنه لازم الدنتين يبقى عامل مشترك أعظم. هنا في الكونكريسنس الفيوجن حصل إيه؟ along the roots by cementum. ده مثال ليه، واضح إن هو الدكتور كده جه يخلع السنة دي اللي هي غالبا دي الأبر 7، لقى الأبر 6 طلع معاه، اتخلع معاه. ودي طبعا بتبقى مشكلة للمريض، المريض راح يخلع سنة واحدة، رحت انت مدخله في خلع سنتين وافقدته سنة اخرى زيادة. طيب المال الحل ليها ايه؟ يعني كنت اعمل لها ايه انا السنة اللي فيها الكونكريشنز دي؟ بقى محتاجة جراحة واندودونتك تريتمنت للسنة اللي هتبقى بريزيرفد. يعني لو انا مثلا بريزيرف الايد هعمل له اندودونتك تريتمنت كويس، وبعدين اعمل جراحه وفلاب وافصل دي بالبير، افصلهم عن بعض، وبعدين اشيل دي لوحدها واسيب دي. ويعني ليها حلول كتير ممكن الواحد ايه يفكر فيه. تمام. في بعد كده حاجه اسمها الدايلاسيريشن. ايه الدايلاسيريشن ده؟ الدايلاسيريشن ده عباره عن اعوجاج هيحصل في السنه. تمام. شارب انجل اور انجيوليشن ويتش اوكيرز along the tooth. فين حتة في السنة بالضبط الاعوجاج؟ والله ضربة حظ، ساعات يحصل ما بين الكراون وما بين الروت، ساعات يحصل في الروت فقط زي ما هو باين هنا كده، ساعات يحصل في الكراون فقط، حوريكم ليه صورة ان شاء الله. وساعات بيحصل هنا زي ما انتم شايفين كده في السيفن. تمام. في dilaceration، وللمصيبة ان الدايلاسيريشن فوق منه في امباكتد سيرد مولر. يبقى عرفنا الدايلاسيريشن عبارة عن ايه، ده مشكلته ايه، ده ابو المشاكل. اول مشكلة في الاندودونتك تريتمنت انك مش هتلاقي فايل او ريمر يقدر يجيب الانجل دي، فغالبا هينكسر وهو بيدخل او هينكسر وهو بيطلع. نمرة اتنين اثناء الاكستراكشن، اثناء الاكستراكشن وانت بتعمل اكستراكشن هتلاقي السنة دي صعبة جدا جدا، وغالبا التيب الحتة اللي فيها الانجل دي هتتكسر وهتضطر حضرتك بعد كده تطلعها جراحيا. تمام. فعشان كده بنقول يا جماعة ان الاكس راي ما هيش اوبشن. يعني هي ايام ما كنت انا طالب صغير زيكم كده تمام كانت اوبشن انك تجيب مكنة اكس راي، لان الاكس راي كانت ايامها غالية جدا. لكن النهاردة الاسعار بقت يعني ارخص واصبحت ايه مانداتوري. مانداتوري يعني اساسيه في كل ايه، في كل عياده طب اسنان لازم يكون في اكس راي، ولازم حضرتك تعمل اكس راي قبل اي خلع لاي سنه، لان انت ما انتش عارف شكل الروت عامل ايه. اوكي. انا مره جات لي سنه في العياده كانت لوس، يعني من اعلى درجات اللوسنس، خلاص يعني البيشنت يكاد يعني لو يشدها بايده كده هيطلعها، ومع ذلك جيت عشان اطلعها ما رضتش تطلع الا لما اتكسرت الانجل دي، الا لما اتكسرت الانجل اللي فيها الدايلاسيريشن. فطبعا المريض بقى مستعجب، ازاي سنه لوس وحضرتك غبت فيها كده قوي وخدت وقت طويل وفتحت لي جراحيا وشلت بون وقعدت تعمل كذا وكذا وكذا وخدت لك ساعة؟ ليه؟ لانه السنة كان فيها دايلاسيريشن وانا ما كنتش عامل اكس راي، لان ما كانش عندي مكنة اكس راي. يبقى نيجي للدايلاسيريشن تاني. الديفينيشن is the presence of sharp bend او angulation along the long axis of the tooth. سببها ايه؟ سببها هنشرحها دلوقتي. خلاص. تروما. بس ما اقولش تروما واسكت، لو قلت تروما وسكت في امتحان الشفوي هيزعل قوي وهتبقى مشكله كبيره. لازم اقول تروما ديورينج توز ديفلوبمنت، لازم التروما تحصل ديورينج توز ديفلوبمنت، والا الدكتور هيسالني يقول لي الله يعني انا لو مسكتك جبتك دلوقتي ورحت ضربك بالبوكس
هروح اعمل لك دايلاسيريشن؟ تقول له لا، انت هتعمل لي كسر للسنه. انما الدايلاسيريشن عشان يحصل لازم تكون السنه في حاله ايه؟ في حاله ديفلوبمنت. طيب كويس، ليه بقى في حاله ديفلوبمنت؟ علشان بيكون الجزء ده تكلس، تمام، حصل له مينراليزيشن الجزء ده، وده لسه لحم طري سوفت، لسه ما حصلوش تكلس، لسه ما حصلوش مينراليزيشن. فلما البيشنت اخذ التروما، مين اللي اتحرك؟ الجزء الصلب هو اللي اتحرك، والجزء الطري اللي هو لسه ما حصلوش كالسيفيكيشن فضل ثابت في مكانه. بعد كده لما ده بقى حصل له كالسيفيكيشن، فضل بقى العيب التشوه ده موجود، يبقى غالبا سببها بيكون تروما، تمام. والتروما دي غالبا ديورنج ايه، او مش غالبا، ده لازم تكون ديورنج ديفلوبمنت. في ناس بتنكر الظاهره دي خالص، بيقول لك لا هي او السبب ده، الظاهره موجوده طبعا ما فيهاش كلام، لكن في ناس كتير بتقول لك لا ده مش تروما ولا حاجه، ده جيناتيك تندنسي عند بعض الناس، يبقى عندهم داي لاسيريشن. امثله بقى كتير للداي لاسيريشن زي ما انتم شايفين، تمام، وسببها زي ما اتفقنا ايه؟ تروما ديورنج ايه؟ ديورنج ديفلوبمنت، تمام. الجزء ده كان صلب والجزء ده كان طري، السده اتخبطت، الجزء ده اتحرك وده فضل ثابت في مكانه. بعد كده لما ده تكلس فضل الاعوجاج ده موجود، ده اسمه داي لاسيريشن. من اعقد المشاكل اللي لما تقابل طبيب الاسنان، سواء بيعمل اندو او سواء بيعمل اكستراكشن. في بعد كده حاجه اسمها تورودونتيزم، ودي سهله قوي، ودي غالبا بتحصل فين؟ في السيرد مولر. تورودونتيزم جايه من كلمه تورس، تمام، سيرد مولر، غالبا فين؟ في السيرد مولر. التورودونتيزم جايه من تورس، البوس تورس اللي هو التور الاوروبي، تمام. ما احنا عندنا البوس انديكاس اللي هو التور الهندي، او دي الفصائل بتاعت الماشيه يعني الابقار، وفي البص قلنا اللي هو الطور الاوروبي اللي هو بيتميز بانه جسمه ضخم وارجله قصيره. فهنا اللي هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ ان السنه هيبقى الجسم بتاعها الكراون والترانك كبير والروتس قصيره، فعشان كده ايه شبه الطور، فبيسموها ايه؟ بوستورس او تورودونتيزم. نتخيلها الاول قبل ما نتكلم عليها، اهي زي ما احنا شايفين، كراون كبير، ترانك كبير، البايفوركيشن تحت خلاص، والروتس قصيره. وفي بعض الكتب بقى بتقعد ايه تتفنن، فيقسموها بقى الى ايه ميزيو ومش عارف ايه، ويعني سوبرفيشال قوي البايفوركيشن، او نص نص، او تحت خالص، كلام ما هوش براكتيكال ومالوش لازمه، تمام. احنا نعرف بس ان هي عباره عن انلارجمنت اوف ذا ترانك اون ذا اكسبنس اوف ذا روت. طيب كويس، طيب دي بتحصل فين؟ تحصل في السيرد مولر او في المولرز عموما، وبالذات في السيرد مولر. طب دي ايه بقى مشكلتها؟ مشكلتها انها ساعه الاكستراكشن الفورسيبس بيبقى ديزايند، الفورسيبس بتاع الاكستراكشن بيبقى ديزايند لاتنين تو بيكس كده، عشان يمسك من عند السمنتم، يمسك السنه من عند السمنتم، بيسموه الجريب. اهم حاجه في الخلع في الاكستراكشن هو الجريب، ان انت تعمل جريب صح. جريب صح يعني ماسكه صح، يعني تمسك السنه من عند البايفوركيشن وتضغط على السمنتم، تمسك من السمنتم، ما تمسكش من الانامل، لان الانامل بريتل، لو مسكت على الانامل هيروح متكسر ومتفرفت، تمام، والسنه هتتكسر منك. فانت لازم الاول تمسك السنه وتضغط جامد بالفورسيبس علشان تجيب الفوركيشن اريا او البايفوركيشن اريا، ويكون الجريب بتاعك على سيمنتم، لان السيمنتم ريزيليانت يتحمل الضغط، تمام. فهنا الفورسيبس بيبقى ديزايند على اساس انه هيمسك هنا البيكس، التو بيكس بتوع الفورسيبس، تمام، هيمسكوا هنا. فهو في واقع الامر انت ما انتش عارف تجيب جريب، فغالبا خلعه بالفورسيبس بيبقى صعب، واحتمال كبير انك تلجأ لاستخدام الاليفيتور علشان تخلعه،
تمام. انما في الاندو ما فيش منه مشاكل، هي مشكلته الوحيده زي ما اتفقنا اثناء الاكستراكشن فقط، واحيانا بيبقى سهل بيطلع يعني بسهوله بالاليفيتور لان الروتس بتبقى قصيره اصلا. طيب ده ايه سببه؟ سببه كده بقى ده محدش يعرف من عند ربنا، لكن يعني بعض الكتب بتقول ان سببه هيريديتري، ان ليه هيريديتري باك جراوند او هيريديتري كونديشن، تمام، بيحصل فيها انلارجمنت للتوز ترانك على حساب الايه الروت، بيحصل في الديسيديوس ويحصل في البيرمننت دينتيشن، بيحصل في غالبا في السيرد مولر، لكن ممكن ما برضو يحصل في الايه في الفيرست مولر. والكونديشن دي سببها ايه؟ يقول لك سببها ايه زي ايه كمان فسر الماء بعد الجهد بالماء، يقول لك سببها ان الابيثيليال روتشيس اوف هيرتويج فشل في انه يعمل انفاجينيشن عشان يكون البايفوركيشن، تمام، ات ذا بروبر ليفل. انا عارف ان بعد الكراون ما تكون الانام الاورجن ده ما تكون، بعد ما تكون بينزل منه هنا اكستنشن طويل ومن هنا اكستنشن طويل، هذا الاكستنشن بيسموه الابيثيليال روت شيس اوف هيرتويج او هيرتويج ابيثيليال روت شيس، عالم اسمه هيرتويج اكتشفه. الابيثيليال روت شيس اوف هيرتويج ده بيفضل ينزل 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 لغايه لما يجي ميعاد معين او مكان معين متفق عليه ان هيحصل فيه بايفوركيشن او ترايفوركيشن، ويبتدي يحصل له انفاجينيشن للداخل علشان يكون البايفوركيشن. فيقولوا بقى ان الايه الابسيلال روتشيس اوف هيرتويج فشل في ان هو انفاجينيت ات ذا بروبر ليفل. طيب نرجع تاني للموضوع، يبقى عرفنا السبب ايه. طيب وايه اللي خلى الابسيلا روشيس وفيرتوج يعمل كده؟ ما طبعا خلاص، ما عشان كده بقول لك ايه كمان فسر الماء بعد الجهد بالماء، ما حدش عارف، لكن اللي هي ايه الحكايه وراثيه هيريديتري، وبشوفها في عائلات كتير بتبقى موجوده فعلا، وغالبا اللي موجوده مثلا في السيرد مولر الرايت هلاقيها برضو موجوده في الليفت، وساعات تبقى موجوده كمان في الابر، بس ده ايه رير شوي. هنا موجوده هي امباكتد السنه امباكتد، تمام، واضح ان ده بيسموه الميزيو انجولار امباكشن، وهنا الايه بايفوركيشن فين تحت خالص والروتس قصيره جدا. فده طبعا انت هتمسكه بالفورسيبس ازاي؟ صعب يتمسك في بالفورسيبس، فعلاجه الوحيد او حله الوحيد هيكون انك تعمل له اكستراكشن بالايه عن طريق الاليفيتور. اهو منه بقى حالات كتير هتشوفوها، تمام، بيحصل في البريمولرز بس نادر. احنا لما بنقول يا جماعه موست كومن مش معنى انه ما يحصلش في مكان تاني، لا يحصل في مكان تاني عادي جدا، تمام، لكن التكرار بيبقى ايه اقل. طيب بعد كده في حاجه اسمها دينسندنت او دينس انفاجينيتس، دينسندنت او دينس انفاجينيتس. دينس يعني ايه؟ يعني سنه، ودنت يعني ايه؟ يعني سنه برضو، الله يعني معنى الكلام سنه بداخل سنه، سنه بداخل سنه او سنه بلعت سنه. هي مش سنه بلعت سنه ولا حاجه، ده في الاشعه بيهيئ لك ان في سنه بلعت سنه، لكن في واقع الامر لا، دي عباره عن ديب انفاجينيشن في السنجولم اريا اللي بيبقى فيها حته بيسموها كده البالاتال بيت في الابر سنترال انسايزور ولاترال انسايزور. يبقى الدينسندنت ده لو شفناه كده اهو، نلاقي هنا البالاتال سيرفيس بتاع الابر لاترال انسايزور في خرم، الخرم ده عميق لكن مش موصل للبالب، والخرم ده لايند بايه؟ لايند باي انامل، فطبعا الاكل هيتحشر فيه والبكتيريا هتشتغل، فهيحصل هنا دينتال كيريز بسرعه والكيريز هيوصل للبالب بسرعه. يبقى انا غالبا بيجي لي البيشنت ما بلحقش اشوف المنظر ده، بيجي لي البيشنت عنده البالب فيه نكروزيس، عنده نكروتيك بالب نتيجه انه في دينتال كيريز عمل بالبايتس، والبالبايتس ادى الى حدوث بالب نكروزيس. يبقى عرفنا الدينسندنت عباره عن ايه؟ دي عباره عن
deep invagination في السنجولم اريا بتاعت الابر سنترال لاترال انسايزور ثم السنترال انسايزور، ودي عباره عن deep invagination للايه للمنطقه اللي بيسموها منطقه البالاتال بيت، بتبقى موجوده في بعض الاسنان اللي هي البالاتال بيت دي. تمام. يبقى الدينسندنت ده خرم بالعربي كده خالص بالبلدي خالص، ده خرم في البالاتال سيرفيس بتاع الابر انسايزورز. طيب يبقى الدينسندنت او بيسموها دينس انفاجينيتس، انفاجينيتس يعني ايه؟ يعني للداخل، يعني انفاجينيشن للداخل، لداخل السنه، خرم جوه السنه. يبقى ده عباره عن ديب انفاجينيشن في اللينجوال سيرفيس بتاع الابر انسايزورز، usually الأبر لاترال انسايزور الملعون في كل زمان ومكان اللي احنا اتفقنا عليه ده، هو برضو اكتر سنة هيحصل فيها الدينسندنت. تمام. وهو بيعتبروه accentuation يعني زيادة في عمق اللينجوال بيت او البالاتال بيت. الكونديشن appears radiographically as اتوس within اتوس، ومن هنا جت كلمة دينسندنت. يبقى لو حد سألك في الشفوي يقول لك بيقولوا عليها ليه دينسندنت، تقول له لأنها في الأشعة مش كلينيكالي، في الأشعة بتبان كما لو كانت سنة بداخل سنة. طيب كويس، هنشوفها في الأشعة هاي هنا في الإيه سنة كما لو كانت سنة في داخل سنة، وهي خاصة إن هي مبطنة بالإيه بالإنامل. ده منظر ليها تاني يعني، أو دايجرام ليها. هنا هي عامله زي ما تكون ايه سنه بلعه سنه او سنه جوه جوه سنه، هي عباره عن ايه يعني عباره عن انفاجينيشن ديب انفاجينيشن في البالاتال بيت. شكلها كتير، لها صور كتير في الاكس راي. بصوا زي ما تكون برضو ايه سنه بداخل سنه، لكن احنا لو فحصناها بقى كلينيكيا صح هنلاقي مش سنه داخل سنه ولا اي شيء. فعشان كده اول واحد شافها قال الله دي سنة داخل سنة، طب يلا نسميها دينسندنت. ماشي. نمرة سبعة بقى عكس الدينسندنت. الدينسندنت هيحصل ايه انفاجينيشن الى الداخل، هنا هيحصل بقى ايه انفاجينيشن بس الى الخارج، فهيسموه دينس انفاجينيتس. انفاجينيتس عكس دينس انفاجينيتس. يبقى التانية كان اسمها ايه، نرجع لها تاني، دينس انفاجينيتس. انما دي الحالة دي اللي هي ايه اسمها دينس انفاجينيتس للخارج. طب دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن الانامل طلع الى الخارج فقط بس، بدل ما كان هيدخل لجوه في منطقة البالتال بيت، لا ده هيطلع لبرة على هيئة جلوبيول في انامل بتكون موجودة ما بين البكل والبالتال كاسبس في اللور بريمولرز، غالبا فين في اللور بريمولرز. ليها اسماء تانية يسموها اوكوليوزال انامل دروب، او ساعات يسموها اوكوليوزال انامل بيرل. بيرل يعني لؤلؤة، بس انا ما بحبش الكلمة دي لان هنخليها ريزيرفد لشيء اخر، فالاسم الاصح اوكوليوزال انامل دروب لانها دروب قطرة نقطة من الانامل على الاوكوليوزال سيرفيس بتاع البريمولر، والاسم الثاني بتاعها دينس انفاجينيتس، ما لخبطش بينها وما بين الدينس انفاجينيتس. يبقى الدينس انفاجينيتس sometimes known as occlusal enamel drop is a developmental anomalies that primarily affects a premolars، زي ما احنا شايفينها في في في, في الصوره في البريمولرز، وغالبا في السكند بريمولر. This characterized by the development of an abnormal globe shaped، globe يعني كروية، globe shaped projection appearing as an extra cusp centrally located على the occlusal surface between the buccal and lingual cusps of premolars، زي ما احنا شايفين كده ما بين البكل واللينجوال او البالاتال كسب بتاع اللور بريمولر. تمام. وبتحصل على السطح، ساعات يبقى فيها pulp horn، يعني ساعات هي ساعات تبقى فيها ايه جزء من البلب داخل جواها، ففي الساعة دي ما ينفعش ان انا اكشطها، وهي ملهاش اي مشكلة خالص، الاوكلوجن بيطبع نفسه ويظبط نفسه. بس ساعات البيشنت يجي يقول لك يا دكتور ايه بتاع الغريبة دي، حضرتك ما تشيلها لي،
فانت او قبل ما تشيلها اعمل اكس راي عشان تتاكد ان مفيش فيها بالب هورن، والا وانت بتشيلها هتعمل ايه؟ هتعمل بالب اكسبوجر. تمام. وساعات ما يبقاش فيها بالب هورن، تبقى عباره عن مصمطه تماما، عباره عن جلوبيول اوف انامل مصمط دنس افاجينيتس. في حاله بعد كده اسمها شوفل شيبد انسايزر. شوفل، شوفل اللي هو الجروف، الاقي الانسايزر الحواف بتاعه البالاتال سيرفيس، ده بيحصل غالبا في الابر سنترالز، احيانا في اللور كمان لكن غالبا في الابر. فبلاقي الحواف داير ما يدور، الانسايزال ايدج والميزيال ايدج والديستال ايدج، الاقيهم ايه؟ اكسنتويتد، ظاهرين وطالعين للخارج، والبالاتال سيرفيس مقعر زياده عن اللزوم، فيسموه عامل زي الجروف بتاع البحر كده، فيقولوا عليه شوفل شيبد انسايزر. الحالة دي بيقولوا ان هي وراثية، وبيقولوا ان نسبة حدوثها ما هيش قليلة، ده بتوصل 25% من البوبوليشن في بعض البلدان، وفي بعض البلدان بتبقى 5%. وبيقولوا ان احنا الكلام ده، الكلام موجود في الكتب، يعني ان احنا وارثينها، وارثين الظاهرة دي عن اسلافنا القدماء اللي كانوا بيستخدموا اسنانهم في اكل الاعشاب واكل اللحوم النيئة قبل اكتشاف النار. تمام. ليه؟ لان الريدجز دي اللي موجودة داير ما يدور على البالاتال سيرفيس بتدي قوة للانسايزورز، سواء الابر او اللور بيبقوا اقوياء، فعلشان كده ايه بتفيد الانسان اثناء المضغ او القطم، في القضم في حالة الايه؟ اكل اللحوم النيئة او الاعشاب او الخضروات او ما الى ذلك. تمام. لقوها موجودة الظاهرة دي اللي هي شوفل شيبد انسايزرز، موجودة في مصر وموجودة في الاردن، وناس من الاردن عاملين عليها ابحاث ولقوا نسبة حدوثها عالية جدا، وموجودة في تركيا في منطقة البحر الاسود، موجودة في مناطق كتير جدا، لدرجة ان في بعض الكتب ما بتعتبرهاش developmental disturbance وبتعتبرها ايه؟ تعتبر normal variation، لانها بتصل من 5% احيانا الى 15%. تمام. وفي النيتيف امريكان احيانا تصل الى 100%. فلما الاقي في ظاهرة كده متكررة لكن الانسيدنس بتاعها عالي قوي، فانا بعتبرها ايه؟ normal variation، يعني variation من النورم، زي ما في واحد مثلا طويل وواحد قصير، ده القصير مش هقول ده مريض. تمام. والطويل مش هقول عليه مريض، لا ده variant، ده normal variation في اللينث. عرفنا الشوفل انسايزرز. تمام. وموجود في انهي اسنان، وغالبا بيكون معاه ايه؟ associated مع دنس انفاجينيتس. وده موضع سؤال في الام سي كيو اللي هي دي، ساعات بيبقى سنة كمان معاها فيها دينس ايه؟ دينس افاجينيتس اللي هي الاوكليوزل انامل دروب. فهنا انا مش هقدر اقول عليها بقى اوكليوزل انامل دروب، ممكن اقدر اقول عليها مثلا بالاتال انامل دروب. طيب بعد كده في عندي لؤلؤة الانامل، انامل بير. ايه لؤلؤة الانامل دي؟ دي حاجة جميلة جدا، على الترانك بتاع المولرز، خاصة الأبر مولرز وبالذات الأبر فيرست مولر، بلاقي فيه جلوبيول أوف إنامل موجودة عند البايفوركيشن أريا أو بجوار البايفوركيشن أريا، جلوبيول أوف إنامل فقط فوق السيمنتال، وأحيانا تكون فوق الدنتين، يعني تكون معزولة عن الدنتين بسيمنتال، أو تكون فوق السيمنتال مباشرة وما فيهاش بالب هورن ولا حاجة. ومشكلتها ايه؟ ملهاش اي مشكلة خالص الا اثناء الخلع ممكن ما تخليش الفورسيبس يبقى adapted well على المنطقة بتاعت البايفوركيشن اثناء الخلع. تمام. ليها مشكلة تانية في الاكسيري، بس شكلها مزعج شوية في الاكسيري، انك بتشوف حاجة بيضة زيادة عن اللزوم موجودة على الترانك بتاع الاسنان، فبتبقاش انت عارف هي دي يعني تبع السنة، جزء من السنة، ولا دي شيء منفصل موجود جوه في قلب اللثه، ولا ايه بالظبط. يبقى الانامل بير دي عباره عن جلوبيول اوف انامل
موجودة عند البايفوركيشن اريا اوف ابر مولرز، وبالذات مين؟ بالذات الفيرست مولر. Sometimes it contains دنتين كور وبالب هورن، لكن ده نادر. تمام، القاعدة العامة انها بتكون جلوبيول اوف انامل فقط. طيب سببها ايه؟ برضو نفس السبب اللي هو ايه كمان فسر الماء بعد الجهد بالماء، زي ما قالوا كده عند الايه على التورودونتيزم الابيثيليال روتشيس اوف هيرتويج فشل في انه انفاجينيت ات ذا بروبر ليفل. هنا نفس الكلام، يقول لك جزء من الانامل اورجان، من خلايا الانامل اورجان حصل لها ديسبليسمنت ونزلت لتحت وعملت الانامل. وفي ناس تانية بتقول لا، ده جزء من خلايا الابيثيليال روت شيس اوف هيرتويج اللي هي بتعمل الروت، تمام، حصل لها ديفرانشيشن انتو اميلو بلاست، تمام، وعملت الانامل. ليه؟ طب ليه بيعمل كده؟ لانه الابيثيليال روت شيس اوف هيرتويج اللي هو اللي هينزل، الامتداد اللي هينزل ده هو اساسا اكتودير، هو اساسا امتداد من الانامل اورجان، فهو خلاياه قريبه الشبه بالخلايا الانامل اورجان، فالانامل اورجان بيعمل انامل، فما فيش ما يمنع عقلا ومنطقيا كده ان الابيثيليال، بعض خلايا الابيثيليال روت شيس اوف هيرتويج يحصل لها ديفرانشيشن انتو اميلو بلاستس وتعمل ايه؟ وتعمل انامل. طيب ليه عملت كده؟ ليه حصل لها الابنورمال ديفرانشيشن ده؟ ما حدش عارف. زي ما قلت لكم كده ايه كمان فسر الماء بعد الجهد بالماء، يبقى ايه ده؟ تفسيرين اتنين، يا اما ان الانامل اورجان بعض خلايا حصل لها داونورد او ابورد ديسبليسمنت، او ان خلايا هيرتويج تحولت الى اميلو بلاستس وعملت الايه؟ الانامل دروب. طيب كويس، في بعد كده حاجه اسمها تالون كسب، الكسب المخلبي. ايه الكسب المخلبي ده؟ ده موجود في الانسايزورس، منظره غريب شويه، في الانسايزورس في الابر، تمام، واحيانا في اللور، لكن غالبا بيبقى في الابر. الاقي المنطقه بتاعت السنجولم متضخمه وطالع منها بروز، البروز ده عامل زي ما يكون مخلب طائر بالظبط، تمام، وفي بالب هورن موجود بداخله، فعشان كده ما حاولش ان انا اكشطها الا لما اتاكد بالاشعه الاول ان هي ما فيهاش بالب هورن، تمام. بيسموه تالون كاسب. يبقى التالون كاسب ده عباره عن اكسترا كاسب، موجود فين؟ موجود على البالاتال او على اللينجوال سيرفيس، في السنجولم اريا بتاعت الابر، ابر انسايزورس، لكن ممكن يحصل في اللور بس نادر، لكن مور كومن فين؟ في الابر انسايزورس. بيدي السنه شكل زي ما تكون عامله تي شيبت، تمام. بيبقى اسوشيتد مع سندروم مشهور جدا اسمه روبنشتاين تايبي سندروم، او روبنشتاين تايبي سندروم. السندروم ده من السندرومز اللي فيها التالون كسب كاركترستيك، خلاص. وده سؤال في الامتحان بيجي في الام سي كيو، تمام. هنبقى في الاخر المحاضرة، اخر ما نخلص الباب ان شاء الله، هنعمل اكسرسايز عبارة عن اسئلة ام سي كيو هنحلها مع بعض، وهنحل برضو بعض اسئلة الشورت كويستشنز مع بعض عشان اوريكم طريقة الحل المثلى المفروض تكون ازاي، تمام. يبقى هنا روبنشتاين تايبي سندروم، ده سندروم اوتوزومال دومينانت، بيبقى البيشنت متخلف عقليا وبيبقى عنده ايه؟ ظاهرة التالون كسب دي موجودة. الكسب زي ما اتفقنا بيبقى فيه بالب هورن، علشان كده محدش يحاول يشيله ايه جراحيا، اسف، يشيله بالجرايندينج، والا ممكن يعمل بالب اكسبوجر. طيب والاوكلوجن اخباره ايه؟ يعني سبحان الله، ربنا اعطى جسم الانسان والحيوان القدرة على التأقلم والتكيف بسهولة وعلى اصلاح ذاته بسهولة، تمام. انت عمرك ما السيارة بتاعتك فسدت ونمت بالليل صحيت الصبح لقيتها صلحت نفسها، لازم توديها التوكيل او توديها عند الميكانيكي. انما انت ممكن تبقى تعبان وعيان
ونايم تعبان، تصحى الصبح تلاقي نفسك بقيت كويس ومية مية، لأن ربنا أودع فيك صفات ماهيش موجودة في الماكينات اللي اخترعها الإنسان. تمام؟ يبقى هنا هيحصل أدابتيشن للإيه؟ للأوكلوجن، ومش هيحصل فيه مشاكل ولا أي حاجة. ده التالون كسب أو اللي هو المخلب. تمام؟ في بعد كده السوبر نيوميراري روتس. ايه السوبر نيوميراري روتس دي؟ عبارة عن ايه؟ دي احيانا كتير هتشوفوها انتوا كتير قوي، خاصة في السيرد مولر الابر او اللور، تيجي تخلع السنة تعذبك في الخلع، صعبة جدا، وبعد ما تطلع تلاقي ان ليها ايه، مور ذان وان روت، زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. ما هيش بقى ايه زي النظام اللي انتوا درستوه في الدنتال اناتومي ان اللور ليه كام روت والابر كام روت والقصة دي، لا، بتبقى ايه، اختلافات عن الطبيعه، فيسموها سوبر نيوميراري روتس. مشكلتها ايه؟ طار بره، اكيد مشكلتها في الاندو، واكيد مشكلتها هتبقى في الاكستراكشن. طيب كويس، تمام. في بعد كده برضو ده بيعتبر نورمال فاريانت، ما هوش مرض يعني، اللي هو السوبر نيوميراري كاسب، ومثال ليه الكاسب اوف كارابيلي او كارابيليس كاسب، وانتوا خدتوه ده في الدنتال هيستولوجي، مفيش داعي ان احنا نتكلم عليه كتير، خلاص. الكاسب اوف كارابيلي، وفي ناس كتير بتعتبره ايه، نورمال فاريانت، ما هوش ديفلوبمنتال انوماليز. ليه؟ لان نسبه حدوثه في البشر عاليه جدا، سوبر نيوميري كاسب. في الهايبر سيمنتوزيس او السيمنتال هايبر بليجيا، فبعض الاحيان الاقي السيمنتب الثيكنس بتاعه يزيد زياده عن اللزوم، فيعمل إيلونجيشن للتوس. تمام؟ طيب والسيمنتم ده زاد ليه؟ هو أنا عارف إن السيمنتم بيتكون طول الحياة، طول ما إحنا عايشين، طول ما السيمنتم بيتكون عشان to compensate for the loss of vertical dimension نتيجة الأتريشن. طيب أمال هنا السيمنتم ده عمال يتكون بدون سكوت، بدون باستمرار عمال يتكون ليه؟ محدش عارف، لغاية النهاردة برضه محدش عارف. يقول لك جيناتيك تندنسي، وفي ناس بتقول ده بيبقى سببه انفلاميشن، تمام، كرونيك انفلاميشن في المنطقه بتاعه الروتس نتيجه اكسسيف اوكلوزال فورسز، او نتيجه انفكشن في البالب، بس انفكشن لو جريد ضعيف، يعني ايه، محدش عارف سببه ايه بالظبط. النقطه المهمه بقى اللي هنشرحها، وغالبا دي ان شاء الله ممكن تكون اخر نقطه دلوقتي في الشيب، اللي هي الكونجينيتال سيفيليس. ايه الكونجينيتال سيفيليس ده؟ اللي هما بيسموه برينيتال سيفيليس. برينيتال ليه؟ لانه مكتسب ما قبل الولاده، او الولد بينزل من بطن امه عنده سيفيليس، تمام، فعشان كده بيسموه كونجينيتال سيفيليس. طب هو عنده سيفيليس ليه؟ لانه اكتسبه وهو ايه، مازال جنين في بطن امه. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الام عندها سيفيلس، فالتريبونيما باليديم اللي هو الميكرو اورجانيزم اللي بيعمل السيفيلس عدى من البلاسينتا، اخترق البلاسينتا وراح للجنين، تمام، وبعدين لقى التوس جيرم، او لقى الانام الاورجان والتوس جيرم حلو كده وفي ريتش بلاد سبلاي وجميل، فسكن فيه وعمل فيه ابنورماليتي، تمام. طيب امتى التريبونيما باليديم تعدي من البلاسينتا؟ قالوا غالبا ما بتقدرش تعدي الا في الايام الاخيره من الحمل، في الشهور الاخيره من الحمل، لانه لو التريبونيما باليديم وصلت للجنين في المراحل الاولى من الحمل بيحصل ابورشن، يبقى اجهاض، يبقى انا لا هشوف جنين ولا هشوف طفل ولا هشوف كونجينيتال سيفيلس اصلا، تمام. يبقى بنقول ان الشيلدرن اللي بورن للسيفاليتك ماذرز بينزلوا عندهم ابنورماليتيز في السايز والشيب والاستراكشر، بيأثر على الثلاثه. يبقى هنا دلوقتي الكونجنتال سيفلس يا جماعه بيأثر على ايه؟ على ثلاث حاجات، على السايز وعلى الشيب وعلى الاستراكشر بتاع الاسنان. كل الاسنان؟ لا، اسنان معينه، وهنعرف ليه الاسنان المعينه دي، تمام. الديسيديوس دينتيشن بيبقى طبيعي، يبقى الديسيديوس دينتيشن اوف ساتش تشيلدرن از نورمال. حط تحت دي 100 خط، ده موضع سؤال على طول في الام سي كيو، في الشفوي، في كل حاجه.
deciduous dentition of such children is normal. طيب ليه؟ لأن ال deciduous dentition be develop at an early stage of intrauterine life. اللي هي عندها لو حصل infection والتريبونيما باليديوم وصلت للجنين هيحصل abortion. فبالتالي مش هشوف جنين ولا هشوف طفل ولا هشوف أسنان أصلا ولا هشوف congenital syphilis. تمام؟ لكن غالبا بيحصل فين؟ في البيرنتيز، بالذات في السنترال انسايزورز، تمام، او في البيرمننت انسايزورز يعني، وفي الفيرست بيرمننت مولر. تمام. طب ليه مش في الاسنان اللي بعد كده التانية؟ لان الاسنان التانية ديت بيكون السيفلس ايه خلاص يعني ابتدى يتحول من مرحلة الانفكتيفيتي الى مرحلة الاميونولوجيكال ستيج اوف سيفيلس، اللي هي المرحلة الاخيرة اللي هي بيحصل فيها تي سيل اكتيفيشن وبيحصل فيها تيشو ميدييتد اميون ريسبونس. يبقى تيس اولموست كونسيستنتلي افكتد ان كونجنتال سيفيلس ار الفيرست ابر بيرمننت انسايزورز، تمام، السنترال يعني واللاترال اللي هم الابر واللور، خلاص، وفيرست مولر والفيرست مولر upper ولور. تمام. بيقولوا بقى ان الانفكشن التريبونيما باليديوم لما توصل للتوس جيرم بتعمل لها ديستورشن، بيحصل اوديما وانفلاميشن، يحصل ديستورشن للانامل اورجان، فينشا الشكل الايه الكاركترستيك بتاع الكونجينيتال سيفيليس اللي هم الابنورماليتيز، الدنتال ابنورماليتيز اوف كونجينيتال سيفيليس. اربع حاجات تعرفوهم صم، تعرفوهم زي اسمكم، لان دول اسئله شفوي ضاي دايما على طول واسئله ام سي كيو. طيب كويس، ودول موضوع اسئله ماشي، رغم ان السيفيليس الكونجينيتال دلوقتي بقى فيري نادر يعني، لان السيفيليس التريبونيما باليديوم لحسن الحظ من الميكروبات الضعيفه اللي ممكن حقنه بنسلين واحده تقضي عليها، او كبسولتين اثنين اموكسيسيلين او اي مضاد حيوي يقضي عليه. فحاجه بقى في الكونجنتال سيفيلس سن وصفها الاستاذ هاتشون صن. تاني حاجه واحد وصفها الاستاذ مون فبيسموها مونز مولر. تمام. تالت واحده وصفوها لان الشكل بتاع الاوزال سيرفيس عامل زي الفراوله فبيسموه مالبري مولر. وكل الاحوال في الثلاث دول السنه قد يكون فيها انامل هايبوبليش. ايه هاتشوتوز دي؟ عباره عن ايه؟ دي عباره عن انسايزر، انسايزر عموما. تمام. في نوتش في الانسايزال ايدج، عنده الانسايزال انجلز ار راوندد، وشكلها سكرو درايفر، شكلها عامله زي ما تكون ايه المفك انت بتفك بيه الصواميل والاشياء، عامله زي السكرو درايفر، بتتكرر كتير في الامتحانات الام سي كيو. تمام. التانية مونز مولر بالبوس وليه كونستريكتد اوكلوزال سيرفيس. المالبري مولر بدل المولر في خصبس او ارخصبس كتير صغار. تمام. زي فيسموها مالبري مولر، بيبقى الكلوزال سيرفيس اوف بيرمنت مولر رف بيتي مالتيبل مولر كيوبيك بيبقى فيه احتمال كبير جدا يكون فيه الهايبوبليجيا. لما نيجي يعني كمان حصتين كده حاجة الانامل هايبوبليش، يبقى هنا ده ايه؟ ده الطبيعي، هنا ده هاتشنسونتوس، ده الطبيعي، ده موز مولر، ده الطبيعي، ده قلبي مولر. دي صورة لان سيفر واضح هنا ان وفي نقش على هنا دي صفحة
وفيها برضو النوتش موجود لكن وفعلا في كونفيرجنس شوية من مريض آخر. تنفجر بتاعت السيف